طيب ده ملف. الملف الثاني، النهارده قررت لجنه الحكام بالاتحاد المصري لكره القدم ايقاف مين بقى؟ ركز معايا في الجزئيه دي. ايقاف الحكم محمد يوسف الذي ادار مباراه الزمالك واسوان الاخيره بالدوري لمده شهر. كما تم ايقاف حكم الفار مصطفى مدحت لنفس السبب ونفس المده بعد اجتماع اللجنه الفنيه. وبصراحه مباراه الزمالك واسوان شهدت جدل كبير جدا في الجانب التحكيمي بعد الاداء بتاع الحكام، وانا طبعا موافق جدا جدا موافق جدا 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 على القرار ده، يعني انا عايز اشيد بيه في الحقيقه. ليه؟ عشان اللقطه اللي احنا شايفينها دي، لان اسوان ليهم ضربه جزاء بصراحه واضحه جدا ما تمش احتسابها، فكان لازم فعلا يتاخد اجراء مع الحكام دول ان هم يتوقفوا، ان صح الخبر كان لازم ان هم يتوقفوا عشان اللقطه دي بالذات اللي قدام حضراتكم في ماتش الزمالك واسوان. اسوان ليهم ضربه جزاء واضحه اهي زي ما انتم شايفينها كده، احنا ما عندناش الحقوق قوي لكن ايه دي صوره، فما كده تيجي تراجع اللقطه هتلاقي ان اسوان ليهم ضربه جزاء. فدي خطوه مهمه قوي من اتحاد الكره في ايقاف الحكام اللي بيغلطوا في غلطات مؤثره جدا. طب والناس اللي غلطوا واللي لغوا اهداف للنادي الاهلي واللي لغوا ضربات جزاء للنادي الاهلي، عملت معاهم ايه؟ هتعمل معاهم مش هتعمل معاهم حاجه؟ ما اعتقدش انك هتعمل معاهم حاجه، مش عارف الاسباب ايه ومش هقدر اقول الاسباب، لكن في كل الاحوال الموضوع بقى واضح يعني وبقى غريب بصراحه. دي برضو كانت جزئيه مهمه من ضمن الجزئيات الهامه في حلقتنا النهارده في الحقيقه.